طيب ممكن تلخص لي علاقتك بعمرو دياب في كلمة؟ عمرو دياب كل حاجة بصراحة. هو نقول ان عمرو دياب كل حاجة. بس يعني كل حاجة. سقفة للهضبة. طب قول لي هنا بقى مش كلمة واحدة، سبع عيوب في شخصيتك. عصبي جدا بس تعديت المرحلة دي خلاص. ادي واحد. صادق جدا. واحد. مفيش. اقول لك ايه عيوب فين؟ عندي عيوب كتير قوي على فكرة. طب ما تقولهم لنا. ما بقول لك عصبي متسرع جدا. عصبي متسرع ادي اتنين. عايزة ايه تاني؟ بس دايما ببقى متسرع صح يعني، متسرع غلط. طيب. ايه تاني؟ مش عارف. ايه قولي لي انت؟ مش لاقي؟ انت حاسه بايه فعلا؟ انا بصراحه مش لاقي فيك حاجه والله. والله انا طب انا يا اخوتي في كسف والمصحف الكسف والنعمه الكسف. طب ماشي. طب هسالك سؤال بس وحيات مراتك لا تجاوبني عليه. خلاص؟ خلاص. اول واحده حلقت لك وانت قلت لها ان انا معجب بيكي. يعني ايه؟ يعني واحده قلت لها انا معجب بيكي نفضت لك. لا كتير. اول واحده. لا كتير. طب اول واحده احكي لنا قصتك. وانت تكون فرحان بقى دلوقتي عشان بتندمها انها سابت العسل ده كله. لا لا اقول لك حاجه، اولا انا يعني هحكي لك بصراحه. ماشي. انت حلفتيني بمراتي اهو. انا عمري ما قلت لواحده انا معجب بيكي. طب بتقول لهم ايه؟ هم الاول بيعجبوا بيا فانا احبهم. فتسيبك وتجري. لا ما سابتنيش وجريت، دي واحده بس اللي عملت كده وانهارت. انهارت. وخلاص بقى انا اتمنى لها كل خير. متسرع. عصبي مغرور ادي ثلاثة. طب قول لي بقى اوحش اغنيه لحنتها. في اغنيه كنت عاملها كده في فيلم لمحمد منير وحشه قوي اسمها لا 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 لا، كنت عاملها الرقاصه في الفيلم. طب غنيها لنا كده. لا اغنيها لك ايه؟ انا عارفاها. طب ده ما عارفاها خلاص. مش دي بتاعت لا 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 تهجرني باي حق. لا 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 وتسيبني ما اقولش لا. دي وحشه. تعالى بقى بقى وانت عندك حق. لا 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 ويا عمرو كفايه لا وانا وانت اهو يا عم ومعانا الجمهور طق. لا لا حلوه صح؟ والله العظيم دي حلوه خالص. والله دي حلوه، ده انا كنت بغنيها على طول في المدرسه. انت عارفه كان عندي كام سنه ساعتها؟ كام سنه؟ كان عندي 18 سنه ما لحنتها. ماشي. والمخرجه بقى توفت فخلاص بقى. الله يرحمها. الله يسامحها بقى. طب قول لي عمري كان في فنان قال ان هو مش عايز يشتغل معاك تاني؟ لا عموما يعني دايما انا اللي ببقى رافض الشغل مش العكس. مش عمري ما عرضت لمطرب قلت له تعالى اسمع الاغنيه دي. ومصر كلها والوسط الفني كله عارف. عمري ما كلمت مطرب قلت له بقول لك ايه تعالى عندي اغنيه. عمري دي ما حصلتش. هو لازم يتكلم ويجري وكتير ووقت كبير وافكر هعمل ولا لا، واما بتطلع بقول له خلاص اوكي طلع تعالى. طيب هقول لك حاجه ست ساعات. وده مش غرور ولكن ده عزه نفس، لان الفنان بدون كرامه عمره ما هيبقى فنان. صح. الفنان لو مش صادق عمره ما هيبقى فنان. الفنان لو منافق عمره ما هيطلع فن كويس. لكن حبيبي وتعالى يا حبيبي اسمع الاغنيه دي حلوه، اصل انا عملت لك اغنيه. انت مش فنان اصلا، انت مش موجود. لكن الفنان ده يعني كرامه، يعني هيبه، يعني كيان. كاريزما. بالظبط. كاريزما. انا بحب الكاريزما. شوف الطله بتاعتي كده الكاريزما. طيب هقول لك سؤال بس من غير زعل. طب قول. سمعنا ان عمرو ده مش عايز اشتغل معاك تاني وعشان كده ما اشتغلش معاك في اخر ثلاث البومات، ماذا تقول؟ هحكي لك القصة كلها. أنا عملت لعمرو دياب أربع أغاني من ثلاث سنين. وكان في صيغة تنازلات، الصيغة دي بتعملها شركة عربية، هو كان فيها. فأنا مشكوراً قلت له أنا مش هعمل الأغاني دي، عايزك تعملها باسمك، أعملها باسمك، بس أنا مش هنزل مش هكتب الصيغة دي في أعمالي. وعملنا أنا وأيمن بهجت قمر حاجة اسمها تصريح للمؤلف والملحن ما يبقاش فيه تنازل. فطبعا انا كان هينزل لي اربع اغاني مع عمرو صح؟ طيب وفلوسهم جاهزه. لا بس ما هو انت اللي انت بتقوله لي ده دي الاجابه المعروفه، لان هو ساب الشركه وساب حبيبتي هو حتى لو ساب انا ما بتكلمش حد، انا معيش رقم عمرو دياب. بجد؟ والله. ما بتبعتوش لبعض على الواتساب؟ خالص. ولا في رمضان؟ انا قلت لك انا قلت لك لا مش رقمه، عمري ما دورت على رقمه. الفنان هبه.
فمش انا اللي هدور على عمرو، المفروض عمرو اللي هيدور عليا مش انا اللي مش انا، هو اللي هيغني لي ولا انا اللي هغني له؟ بس ما هو برضو كمان فنان وهيبه، فانتوا الاثنين المفروض بقى هيبكوا تختفي مع بعضيكم. ما اختفتش بقى، بتعملوا حاجات حلوه مع بعض. ما اختفتش، انتوا بقى ايه زي برج الاسد والاسد مع بعض واقفين صح. اه بس مش موضوع ان انا، لا انا عمري ما عرضت على عمرو، وعمري ما فكرت ان انا اعرض على عمرو، لان عمرو بيني وبينه عشره. وانا كعمرو مصطفى الملحن انا حاسس ان انا عملت له كل حاجه خلاص، ومش هضيف له تاني، فاعتقد ان في جيل لازم يطلع تاني. يعني انت اللي مش عايز تشتغل معاه تاني؟ لا خلاص، مش يعني مش حاضر اضيف له حاجه تانية. اه انا عملت حاجات كتيره وعامل تاريخ موسيقي مع عمرو حلو، انا فخور بيه جدا طبعا، واحنا كمان وتاريخ كويس مش وحش، ويعني اعتقد ان من حق الجيل الجديد، مش احنا بنقول بقى عايزين صح الشباب جيل تطلع ويعمل جيل ويسلم جيل حلوة. انا بقى ممكن اطلع مطربين جداد، وعمرو يطلع ملحنين تانيين جداد، فيبقى في الوسط الفني كله مواهب جديده تقدر تعمل موسيقى راقيه بدل المهرجانات اللي بنسمعها. طب ممكن طلب شخصي؟ اتفضلي ست. ممكن انت تطلع جيل جديد وعمرو دياب بيطلع جيل جديد، بس ممكن ترجعوا تعملوا مع بعض حاجات تاني، عشان انتوا بتعملوا مع بعض اغاني حلوه، وما تقولش انك مش هتدي له جديد، لان انا عارفه انك هتدي له جديد. وسمعنا بقى اغنيه كده نطلع بيها فاصل من اغاني. طيب ماشي، انت متفائله قوي. لا متفائله خير ان شاء الله. انا البوماتي انا هغني خلاص يا جماعه، العشر سنين الجايين. بص يا شيماء، العشر سنين الجايين ان شاء الله باذن الله، لو ربنا اداني طول العمر باذن الله، العشر سنين الجايين غنى فقط، تلحين نقط كده بسيطه بس كله غنى. احنا بنحب منك اي حاجه غنين. بقول لك ايه، وعارفه احلى حاجه فيكي ايه، بتحلي اي شيء عينيكي تيجي ليك، قمر ده اللي تتساوي تعالى اقولك احلى حاجة فيكي ايه، ولا انت فاهمة قصدي واللي بالي ايه، قمر ده اللي تتداوي بيه يا شوشو. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني، استنونا. رجعنا لكم بعد الفاصل، ولسه منورنا ومشرفنا النجم الجامد جدا اللي انا بحبه جدا جدا عمرو مصطفى. ودلوقتي يا عمور اسمح لي ان احنا نلعب معاك لعبه صغنطوطه قد كده اسمها ماذا لو. هسالك اسئله واديك اختيارات وانت تختار حاجه منهم، اوكي؟ اول سؤال، مين النجم اللي انت عملت له اغنيه وشايف انه استفاد منها جدا جدا جدا؟ هنديك اختياري، اتفضل. استفادوا الاثنين. لا اكتر حد فيهم. لا اكتر حد استفاد بجد يعني مني اكيد عمرو دياب. طب واكتر اغنيه نجحت ما بينكم؟ اكتر اغنيه، لا فيها نجاحات كتيره. اكتر واحده اعلى نجاح لاغنيه؟ لا لو هنقول اعلى نجاح ممكن نقول بشرة خير. يعني كانت حلوه صح. يبقى سقفه بقى جامده عشان هو جاوب، ويعني اهو. طيب عمرو مصطفى، قولي حبيبي، امتداد لانهي اسم من الملحنين الجامدين اللي احنا هنقول لك عليه؟ لا انا اصغر من الناس دي كلها. امتداد لمين؟ انا اصغر. لا بس انت الجمهور اللي يقول مش انا. انت حاسس نفسك شبه مين؟ الحانك راحه في الرومانسيه؟ صفر صفر، دول عمالقه يا جماعه، ده متواضع قوي يا جماعه. صفر. قولي لو هنشيلك من جسمك وندخلك جوه ممثل، تكون مين في دول؟ احمد السقا ولا هنيدي ولا كريم عبد العزيز؟ التلاته بحبهم بصراحه. واحد بس التلاته بحبهم. ماشي، يعني انا ساعات ببقى متقمص هنيدي، وساعات ببقى متقمص السقا، وكريم طبعا جميل. اجي فيه ايه؟ لا عايزين واحد. لا بص، هو هنيدي دايما حتى وانا بكلمه في التليفون بناخد افات، يعني انا متقمص شخصيه هنيدي من زمان. يعني نقول هنيدي. هنيدي ممكن. النجم الجامد هنيدي. قولي مين من الفنانات اللي هيطلعوا دلوقتي بتفكرك بسعاد حسني، او ينفع تكون خليفتها او بتكمل برضو مسيرتها؟ اتفضل. دنيا سمير غانم ولا انغام ولا شيرين؟ التلاتة حلوين. التلاتة حلوين بس دنيا سمير غانم. دنيا سمير غانم يا دودي. لو انت مش متجوز نرمين
وده سؤال افتراضي عشان انا عارفاك بتتمسك ماذا لو ماذا اذا كنت هتتجوز مين من الثلاث فنانات دول؟ فيفي عبده ولا احلام ولا سما المصري؟ حتى يعني هبقى عايز احسن. لا لازم واحده. ابقى اعزب اعزب. مين من المغنيين الشعبيين دول تحب تلحن له اغنيه؟ سعد ولا الليسي ولا احمد شيبه؟ لا انا الليسي عملت له اغنيه، عملت له اغنيه في مسلسل كريم عبد العزيز السنه اللي فاتت اسمها وش تاني. اللي بقى على الوش التاني وين بقى انت واني انداني. اهدى اغنيه دي ولا ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ طب غني لنا حته كده. لا لا مش هينفع. مش حافظها؟ هي كده بس. هي كده بس. صح كده؟ ما ده الوش. لا والله اصوات حلوه بس يعني اصوات شعبيه بس حلوه. طب ماشي، طب لو هتغني الله ولعبت يا زهر تغنيها لنا ازاي؟ لا مش هغني الله ولعبت يا زهر. ليه؟ ما بتشجينيش. طب اه يا دنيا. ولا ده يا دنيا بتشجيني. ايه ده كل الاغاني الحلوه؟ لا يا حلوة عندك انت. بترقص رقص. اه بترقص. لا تشجيكي حاجة وترقصك حاجة. لا ما انا بتشجيني بشرة خير وبتشجيني لمستك وبتشجيني كبير كبير وبتشجيني دول. لا ما هو بشرة خير بتشجيكي وبترقصك. اه. صح؟ صح. 2 في 1، أنا أحب الأغنية يبقى فيها 2 في 1. طب أنا مش عارف. أنت برنامجك اسمه إيه؟ 3 في 1. أنا بحب الأغنية تبقى 2 في 1. طب ماشي، طب أغنية أنا مش عارفني. أنا مش عارفني إيه؟ مش عارفني دي. أنا تهت مني أنا مش أنا. لا دي ملامحي ولا شكلي شكلي ولا ده أنا. أبص العمر فجأة لقيتني ما علينا خلاص. بص المشكلة والمشكلة وإحنا نقعد نقول إيه؟ إحنا بيجي لنا طاقة سلبية منين؟ أنا بيجي لنا طاقة سلبية منين؟ يا جماعة أنا متضايق ليه؟ كل الحاجات دي بيبقى بتدي طاقة سلبية. بجد؟ آه والله. وتلاقي نفسه مكتئبه، ايه انا مش عارفني؟ ايه اللي حصل لك في حياتك عشان تقول انا مش عارفني؟ انا تهت مني. ليه بتغيبي وعيك؟ يعني ليه الاغنيه تبقى تغيب وعي؟ يعني ليه اعمل اغنيه وانا اتظلمت زمان وحاجات مش عارف ايه وحصل لي كذا؟ انا مالي؟ انا مالي؟ وليه تدخلني في مشكلتك؟ انا مالي؟ يعني انت كده ضد الغنى الشعبي بشكل عام؟ لا مش ضد الغنى الشعبي، بس انا ضد ان انا اعمل طاقه. لا ما انت واضح انك ما بتحبوش، انت مفيش ولا اغنيه عجبتك. حبيبتي انت ليه بتدخلي نفسك في طاقه سلبيه؟ انت عايزه تعيشي حياه. طاقه سلبيه ايه يعني؟ يعني اغنيه اه يا دنيا اه يا دو مطلع انا منزلنا دي طاقه سلبيه؟ ده باور كاني في الجيم. في الجيم خلاص. ايوه. انت عشان كده الموضوع اغنيه بومبنيه. الجيم عمل معاكي شغل. ايه؟ ما هو بقول لك انت اوعي تقولي الجيم دي تاني عشان شكلها الجيم كده باظ. لا والله ده انا بروح الجيم على طول. بتسمعي الاغاني دي؟ اه بيجيب نتيجه عكسيه. بقعد ارقص كده اهوت واز في وز. عارفه لو بقى سمعتي اغاني بقى تانيه هتديكي باور اكتر، هتخسي في اسبوع. طب استنى، عارف مهرجان زق زقه؟ لا. خلاص نخش على السؤال اللي بعده. زق زقه ده حلو. لا 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 بلاش. بجد؟ لا والله زق زقه. ماشي. السؤال اللي بعد، مين من دول هو أسطورة التمثيل في مصر؟ التلاتة. لا لازم واحد. لا أستاذ عادل إمام ولا أستاذ محمود عبد العزيز ولا أستاذ لا مجد. التلاتة طبعا، كل واحد ليه كاركتر وكل، بس عادل إمام رقم واحد. بس يبقى الفنان الجامد عادل إمام. مين من الملحنين اللي هيظهروا دول شايف إن هو بينافسك؟ رامي جمال ولا وليد سعد ولا محمد يحيى؟ كلهم بصراحه. كلهم؟ كلهم احسن مني بكتير بكتير. اقوى واحد فيهم؟ كلهم اقوى مني. واحد؟ كلهم اقوى مني. واحد؟ والله كلهم. طب مين سعره اغلى منك؟ كلهم التلاته. التلاته اغلى مني؟ لا انا اقل سعر في مصر. فين الهله والطله؟ ما هو انا غلبان. هو انا عارفه ان طبعا وليد سعد هو اغلى واحد. كلهم اغلى واحد في مصر. كلهم اغلى مني. اه طبعا. طيب يبقى وليد سعد ونسمع له سقفة. مين الشاعر اللي انت شايف ان هو الاشطر بالنسبة لك؟ امير طعيمة ولا بهاء الدين محمد ولا ايمن بهجت قمر؟ لا انا ممكن بدل ما اديكي اجابة احكي لك كل واحد ايه. ماشي ماشي. امير طعيمة طريق العمر بقى كله مع بعض يعني، يعني البداية. ايمن بهجت قمر الخبره اللي سبقتني يعني. ايمن اقدم مني. بهاء الدين محمد استاذنا كلنا، بس يمكن زيه زي نادر عبد الله. كلامي ممكن ما يكونش بيمشي معايا لان هو بيبقى عايز يبقى بطل في الكلمه.
ايمن المتوسط بقى اللي هو ايه، انا اقدر ان انا نطلع كل ما زي مثلا احبك اكرهك، يعني دي حاجه بنطلعها انا وهو. سيبك اندهك علق نفسي بيك، فتلاقي كلمه حلوه ولحن حلو. ايه يا عم تامر، يا عم يا عم. امير طعيمه بقى الجمله السهله قوي وفي نفس الوقت بتعرفي تعملي زي العالم الله، العالم الله قد ايه دلع عيونه دوبوني، فما فيش حاجه الله الله الله، هما كلمتين بس. فهنا هنتكلم على العمق، يبقى واحد العمق الاقل شويه، العمق اللي مش موجود خالص. يبقى العمق يعني نقدر نقول انه بهاء الدين محمد. بهاء الدين محمد عميق جدا، عميق جدا، بس كلامه صعب يكتب، يعني شعر يتعمل في دواوين شعر. يعني هو شاعر تقيل. لا مش موضوع تقيل، ما انا ممكن، لا ما هو الاثنين تقال برضو. هي امير طعيمه تقيل نص نص، وهنا لا لا انا بتكلم على خفه الكلام، خفه الكلام، خفه الكلام، مش القوه. لو هتبدل صوتك لمجرد يوم واحد مع حد من المطربين دول، تختار مين فيهم؟ محمد فوزي ولا محمد عبد الوهاب ولا عبد الحليم حافظ؟ هبدل صوتي يوم واحد. لا ابو وهاب، عبد الوهاب. محمد ابو وهاب. سقفة جدا للفنان عبد الوهاب. السؤال اللي بعده، مين صوته أحلى من صوتك في المغنيين دول؟ تامر عاشور ولا أمير عيد ولا محمد رحيم؟ ثلاثة أحلى مني. ثلاثة. عمرو بتبوظ لي البرنامج والله، الحلقة بتفرط يا مني. يا حبيبة قلبي واحد، يا حبيبتي واحد. لا ثلاثة أحسن مني، واحد أحسن مني والله. اسمعني والله احلى مني. مش امير ده اللي بيغني بيغني ايه؟ مش عارف امير بيغني ايه؟ لا والله ما اعرف. بيغني كاريوكي. ايه الكاريوكي دي؟ انت قولي لي اي اغنيه انت. ايه اثبت مكانك. احسن مني. اربط إيه لجامك. امسك إيه حصانك. تعرف إيه اسمع كلامك. تعرف ان انت بتغني حلو؟ انا طب ما تغنيها.